عسل يا ماما والله. عليك انت حبيب. لا عبدو. الكتكوته جت. ايه ده، في ايه؟ كان عندك امتحان ولا ايه؟ لا مصدع بس. اجيب لك تتعشى حبيبي؟ مش عايز اكل. ايه ده، ماله اخو؟ مالك يا عبدو؟ عايز انام يا ماما. ايه ده، اخوكي مال؟ اكيد عنده مشاكل. مشاكل ايه اللي عند الفصل ده؟ ايه يا ماما، كفايه بقى سطحيه وسذاجه. ايه انت بتقولي لمين؟ ما بقولش لحد. افتح لك التلفزيون اجيب لك الابراشي. اجيب لك الابراشي زي ما اكون مصاحباه. جيبه لي فين يا بنت اللذينة؟ ايه ودي يا هبل انت؟ انا متعصب يا واهب، عايز امسك الواد ده اقتله. هو الواد ماله اصلا؟ وبعدين انت قدك مرتين. انت تستفزني انت كمان. مش بستفزك، هو شكله اكبر منك. في سنه كام ده؟ في تانية سنة. طيب معلش يا عبدو، البنات في السن ده هبلوا بيحبوا العيال الاكبر منهم. ما هو مش ده بس، انا شفت لها صور كتير مع اولاد تانيين. طب ما تفكك منها، دي ما ينفعش تمشي معاها، دي هتعذبك. انا بحبها قوي. طب روحي. طب بقى عبط، دي بنت هبل اصلا، وهو هبل وهيسيبها. لازم ما كانش مصاحب عليها 10 مثلا. هبه دي كانت النهارده معايا ولا كاننا متصاحبين من سنتين، ومسكنا ايد بعض وجبت لها ورده، كنت مبسوط قوي الصراحه. بس والله العظيم هي في شخه هي وهو. لا 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 لا، انت ما ينفعش تبان ضعيف خالص. انت كانك ما تعرفش اي حاجه او عارف ومش مهتم، كان فيش اي حاجه حصلت. انت تروح كده شيك وموز وحاطط برفان حلو وما تعبرهاش، وانا اهو وانت اهو لما جت تحت رجليك وانت اصلا مش هتبقى عايزها. طب بقول لك ايه؟ قولي لماما ان انا عايز اروح الجيم. الجيم مش هيخليك تطول يا عم. لا هيطولني يا هبه، قولي لماما ان انا عايز اروح الجيم. حاضر. ازيك؟ اهلا يا احمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مروة مراتي وده حسن. مي جارتنا من زمان ومتربيين مع بعض. فرصة سعيدة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، انا اسعد. ازيك؟ ازيك؟ ايه رأيك بقى؟ قمر ما شاء الله. شبه مين؟ شبه مامته. شفت حتى الجيران اهو بيقول لك نفس الكلام. ده شبهي بالظبط، أم عينين مين دي؟ لا دي عينين مامتك بالظبط. طب اتفضلي معانا بتنجان. بتنجان؟ اه اصل حماتي بعتها لماما بتنجان. بالهنا والشفا. طب مش عايزه اعطلكم. طب ايه؟ فرصه سعيده. خلينا نشوفك بقى يا مايا. ها؟ اكيد. انا على طول هنا. ماشي. سلام يا مايا. باي باي يا احمد. ايه ده؟ بنت حلال، ده انا لسه هطلب فطار، اطلب لك ايه معايا؟ لا مش قادره. اعمل كوباية نعناع بسرعة يا عطية. مي انت كويسة؟ اجيب لك دكتور طيب؟ طنط كويسة؟ ماما اه تمام كويسة. مساء
سلامتك يا مي. انت ما اكلتيش حاجه طيب؟ لا ما اكلتش. طب ما اللي انت فيه ده من قله الاكل، ما تاكلي اي حاجه بسيطه طيب. مش قادره. حاجه بسيطه حتى لقمه صغيره؟ لو اكلت هرجع تاني. الف سلام عليك يا استاذه مي. الله يسلمك يا عطيه، شكرا. اتفضلي بالهنا والشفا. عارفه اللي عندك ده ايه يا ميول؟ ده توتر زي ايام الجامعه كده. فاكره اي اساينمنت ولا بروجكت كان كله بيقلب على بطنك. تيجي ننزل انا وانت ناكل اي حاجه واوديك السينما كمان. هشام انا تعبانه، انا عايزه انام. وفي ايه يا مي؟ ايه اللي جرالك فجاه كده؟ كل ده عشان نزلت لقيتي قطع عربيته متشال؟ حاجه تافهه زي دي تخليكي تعملي في نفسك كده؟ انا مش عامله في نفسي حاجه، انا تعبانه من امبارح. تعبانه من امبارح؟ انت فاكراني غبي يا مي ولا ايه؟ انا كلمت طنط امبارح اطمن عليها وقالت لي انك ما كنتيش عندها اساسا، وانا نازل لقيت البي نازل من عربيته. انت كنت فين امبارح يا مي؟ هشام لو سمحت سيبني دلوقتي. حسيبي يا مي. حاضر، خليكي كده. عيل وسخ واناني زي ده يعمل فيكي نفس الحركه كل مره. انا ماشي يا مي. مش عايزه حاجه؟ ماشي ماشي يا عطيه، يبقى خلص رفيدك وانزل. حاضر يا باشمهندس.